يوم آخر عاد فيه عيد اليحيى إلى حنين ملاحقا فلول المنهزمين ليقف في الثنية ومعه الشيخ الدهاسي الذي ارتاح البارحة ليكمل روايته اليوم. الآن جيش المشركين منهزم آتي من حنين باتجاه الطائف في هذه الثنية، وقف القائد العام لجيش هوازن الفارس مالك بن عوف النصري، وقف على خيل يراقب الناس، يراقب قومه طبعا المنهزمين، يراقب فلول قومه المنهزمين الراجعين من حنين. خلينا نصف الوضع، انا بوصف الوضع. نعم. وحسي انا وياك، انا واقف كذا. قال مالك وواقف على حصانه كذا مدجج بالسلاح يراقب الناس قومه المنهزمين، كل شوي تجي جماعه. فقال ماذا ترون؟ قالوا نرى كتيبة فرسان رماحهم بين أذان خيلهم، رماحهم بين أذان خيلهم. قال هذولا سليم، من سليم أهل الشجاعة مقابس الخطر، سطرت بمجادهم فخر في قمة سهيل. لابت اليوم المعارك لضاها مستمل، من زبنهم يا من الخطر